من جانبه أكد معاون مدير سد الموصل عماد جاسم أن وضع سد الموصل مستقر، وأن أعمال الصيانة المتمثلة بالتحشية وأعمال مراقبة بصرية وتكنولوجية مستمرة، لافتا في الوقت نفسه إلى وجود فراغ تخزيني يكفي لاستيعاب الموجات المائية القادمة. حاليا وضع الانهيار سد الموصل حاليا في الوقت الحالي مستقر، واعمال الصيانه مستمره على قدم وساق من حيث الاعمال التحشيه وكذلك اعمال المراقبه البصريه والمراقبه بالاجهزه الحديثه المتطوره المتمثله بمنظومه الايداس على قدم وساق. اما الفراغ الخزني في الوقت الحالي لدينا فراغ خزني لاستيعاب الموجات المطريه القادمه نسبه الى الخزن الكلي 11.11 مليار متر مكعب، الخزين الحي الحالي في سد الموصل بحدود 2 مليار متر مكعب، اما فيما يخص الزلازل سد الموصل لدينا منظومه حديثه منصوبه عبر التقنيات حديثه مرتبطه اللي هي تقيس مدى وصول الموجات الزلزاليه سد الموصل.